أصيب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة جراء محاولة اغتيال تعرض لها من قبل مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية. وأفادت مصادر محلية أن المسلحين أطلق النار باتجاه رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المنصورية محمد أحمد علي الجبلي أمام منزله، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في رأسه، نقل على أثره إلى إحدى المستشفيات. هذا وعبرت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في الحديدة عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديدة لهذه الجريمة النكراء، مطالبة الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها وسرعة ضبط المجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم المستحق شرعا وقانونا. يذكر أن المجني عليه هو والد الشهيد النقيب فادي محمد أحمد الجبلي قائد الحراسة الأمنية لملعب 22 مايو بعدن، الذي اغتالته أيادي الغدر أثناء خروجه من المسجد في فبراير 2014.